بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثاني المتوسط، نرحب بكم أجمل ترحيب في الدرس الثالث، الوحدة الخامسة، يونت 5 لسن 3 وتوضيحه. عنوان هذا الدرس عزيزي الطالب هو من الدروس المهمة، طبعا يعلمك كيف تستخرج المعاني، working out meanings، كيفية استنتاج أو معرفة المعاني. read these tips and do the tasks، اقرأ هذه المعلومات واعمل هذه التمارين. شوف عزيزي الطالب، هنا راح يعلمك dictionary tips، معلومات عن القاموس، شلون تستخدم القاموس، شنو طبيعة القواميس الورقية. طبعا القواميس الورقية فيما مضى كانت هي المصدر الأساسي وأحيانا يعني الرئيسي والوحيد للطلبة لمعرفة المعاني. مع تقدم التكنولوجيا والتقنية أصبحت القواميس ممكن تنصبها على الموبايلات، على الآيبادات، في الحاسبات ممكن تنصبها، ورأسا مباشرة تستطيع إدخال الكلمة اللي معناها غير معروف، ومجرد الضغط على كلمة سيرش بحث يخرج لك المعنى وتوضيحها. لكن احنا راح نعلمكم، بما انه القواميس الورقية ما زالت قيد الاستعمال، راح نعلمكم كيفية التعامل معها. We need dictionaries to find the meanings of words. نحتاج إلى القواميس لإيجاد معاني الكلمات. And to check their spelling. وللتأكيد أو معرفة check التأكد من spelling مالتها، يعني الحروف أو كتابتها. Remember، تذكر، راح يعطينا بعض الملاحظات، ثلاث ملاحظات في استخدام القواميس وكيفية التعامل معها. أول ملاحظة: All the words in a dictionary are in alphabetical order. كل الكلمات بالقاموس هي بالترتيب الأبجدي. طبعا هنا راح يعطينا كلمات كلها تبدأ بحرف البي، ويطلب منك شلون ترتبها بالأبجدية، على الترتيب الأبجدي. راح نعلمك عليها. To find a word quickly، لإيجاد الكلمة بسرعة. You need to know the alphabet very well. تحتاج إلى معرفة أحرف الأبجدية أو الأحرف الكلمات بشكل جيد، يعني ترتيبها بشكل جيد. هسه راح نعطيكم تمرين، هذا يكون واجبكم. Who can put these words into alphabetical order the fastest؟ من الذي يستطيع أن يجعل هذه الكلمات بالترتيب الأبجدي بشكل أسرع؟ الكلمات كلها تبدأ بحرف B، فأنت من تأتي عزيزي الطالب تأخذ الحرف الثاني. إذا كانت الكلمات مختلفة تبدأ بالحرف الأول، إذا كانت كلها مثل هاي الكلمات تبدأ بحرف واحد متشابه، تبدأ تأخذ الحرف الثاني كأساس للترتيب. نترجمهن للفائدة: الكمباس هي حافلة أو باص، باق حقيبة، بوك كتاب، بوي ولد، بايسيكل دراجة هوائية، بلو لون أزرق، برايت مشرق أو مشع، بات لكن، بوكس صندوق، بيلت حزام، بيلد يبني، بتا أفضل. النقطة الثانية: It is also important to know the meanings of the abbreviation below. من المهم أيضا أن تعرف معاني meanings of abbreviation، الاختصارات في هذا. عزيزي الطالب، بعض الاختصارات أخذناها بالكورس الأول، مثل كلمة N تتبع بنقطة فمعناها noun، V معناها verb، adj معناها adjective صفة، adverb ظرف، pronoun ضمير، preposition حرف جر، وconjunction أداة ربط. لأن دائما نلقاهن بالقواميس، كل كلمة يخلي لك واحدة من عدن. ليش؟ حتى يقول لك شنو parts of speech مالتها، أين تقع، هل هي اسم، هل هي فعل، هل هي صفة، هل هي ظرف، هل هي حرف جر إلى آخر. أحيانا الكلمة تأخذ اثنين من ذلك، تأخذ noun وverb إلى آخر. اثنين: Work out what the abbreviation means. أعرف ماذا تعني هذه الاختصارات. Then find an example of each of this sentence. وهذا مثال راح يعطيك إياه راح تعرفه. يعني نجي إلى كلمة the، هي هل هي noun، verb، adjective، adverb، pronoun، preposition، لو conjunction، هاي كنت تعرفها. كلمة black، كلمة horse، كلمة run، كلمة fast، كلمة so. شنو هن؟ كل واحدة من ذني كنت تخلي قدامها أو جواها تعرف شنو، هل هي noun، هل هي adjective، هل هي adverb. فمن الآن وصاعدا عزيز الطالب راح كل جملة ناخذها راح أسألك هاي الكلمة شنو معناها، هاي الكلمة شنو معناها، وشنو parts of speech، شنو وظيفتها داخل الجملة. ثلاث:
نمبر 3 await can have more than one meaning. الكلمة قد يكون لها أكثر من معنى. وأخذنا خلال دراستنا بعض الكلمات لها اثنين معاني أو ثلاثة إذا تتذكرون كلمة print بالدرس الأول بالوحدة الأولى. أول درس أخذناه في السنة كانت كلمة print لها two meanings. And you will find all of them in a dictionary. وستجد كل هذه المعاني بالقاموس. It is important to choose the correct meaning. من المهم أن تختار المعنى الصحيح. طبعا المعنى الصحيح حسب الجملة. إذن أعزائي الطلبة هسه إذا أريد نجي إلى lesson 5 unit 5 lesson 3 بالstudent book on page 49 لازم نعرف معاني الكلمات الآتية. Abbreviation شنو معناها؟ Adverb اللي هي جزء من الجرامر. Preposition اللي هي جزء من الجرامر. Conjunction. Entry. Come. Part of speech. Chesterfield. Devote. كذلك هذه الكلمات. Shattered اللي هي verb. شوف ان الكلمات اعزائي الطلبة قسم لك اياها. Shattered هي verb. فمن ترجمها تستخدمها في جملة فهي على في موقع الفعل. Depressed اللي هي adjective. Galloped اللي هي noun. Cautious اللي هي possible و impossible. فعزيزي الطالب هذني الكلمات لازم تعرف معانيهن ويكون ضمن الواجب إلي. نجي إلى أذن الاختصارات اللي أخذناهن. N is a short for noun. هي مختصر للناون. ناون اللي هو الاسم. Nouns هي شنو هي النouns هنا؟ Nouns are the names of people or things. هي أسماء الأشخاص والأشياء. مثل girl هذا noun. مثل خالد خالد اسم. إراك اسم. ديسك منضدة هو اسم. نجي إلى verb. الverb عزيز الطالب is a short for the verb. هو يعني شنو مختصر للفعل. مثل ايش الverbs؟ الverbs tells us تخبرنا about a state or an action عن الحالة أو الفعل. كأن يكون play يركض. read يقرأ. خالد is 14. إذا هنا الفعل is هو فعل خالد هو 14 سنة عمره. The girl spoke. الفتاة تكلمت. إذا هذا هو الفعل. إذا عندك هنا noun عرفت شنو معناها و verbs عرفت شنو معناها. نأتي إلى adjective. Adjective هو is a short for adjective. هي مختصر لمن؟ للصفة. Adjectives إذا أريد نعرفها are describing words. هي كلمات واصفة. They describe ما معناها؟ They describe nouns تصف الأسماء. إذن عزيز الطالب Adjectives describe nouns تصف الأسماء. إذن نجي نجاه قرب الأسماء مع الأسماء. مثل Iraq is beautiful. العراق جميل. This is a beautiful shirt مثلا. هذا هو شيرت جميل. Adverb is a short for adverb. هي مختصر للأدverb. طبعا كلمة adverbs describe verbs تصف الأفعال. فرق بين أنه الأدjectives تصف الأسماء. الأدverbs تصف الأفعال. مثل the girl spoke quickly. الفتاة تكلمت بسرعة. فكلمة quickly هنا هي الأدverb. نجي عزيز الطالب عندنا كلمة pronoun. إذن كلمة pronoun is a short for pronoun. هي مختصر للضمير. Pronoun is a word كلمة that stands in place of a noun. تقع أو ممكن الاستعاضة بها بالنون. مثلا I couldn't understand munan. نحذف munan خلي her لم أفهمها. Preposition is a short for preposition. هي مختصر للمختصر لpreposition اللي هو حرف الجر. طبعا there are many kinds of preposition. عدة أنواع من preposition مثل to, at, on, in, by إلى آخره. كثير عدنا من prepositions. They can indicate direction إشيرا إلى direction إلى place, time. يعني ذني وظيفتهن هنا direction or place or time. مثل put your book on the table. فكلمة on هي شنو preposition. ضع كتابك على المنضدة. Conjunction is a short for conjunction اللي هي joining word اللي هي أداة رابطة. مثل aunt. So aunt تربطنا بين جملتين. So كذلك. But
ووين. هذان الكلمات شنو يربطن بين تربطن هذه بين كلمتين أو بين جملتين. فعزيز الطالب هذه المختصرات اللي مذكورة في الكتاب اللي هنا noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition and conjunction اللي لازم تعرفهم. نجي عزيز الطالب شوف هنا هذا المثال. Read this dictionary entry. Entry يعني شنو هذا يسميه entry. من تجي للقاموس تجي تلقى مدخل الكلمة أو الكلمة اللي موجودة يسموها المدخلية. Find the correct definition for bank. راح نجي إلى كلمة bank. إذا نسأل شنو معنى كلمة bank راح الطلاب يقولون معناها bank أو مصرف. In each of the sentences A إلى D. عندك هنا ورا ما راح نقرأ A, B, C, D. وهل هي noun لو verb؟ راح نجي نشوف نفترض هذا ماخوذ من القاموس وراح نشوف شنو معنى كلمة bank. Bank إلها المعنى الأول a place هي المكان where you keep money حيث تضع المال اللي هو المصرف. اثنين a piece of ground higher than the ground around it هي قطعة من الأرض أعلى من القطعة الأرض اللي دار ما دايرها. يعني احنا نسميها علو أو منطقة عالية يعني قطعة عالية من الأرض عن الأراضي الدائر ما دائرها اللي احنا نسميها علوة أو عالي فد منطقة عالية من الأرض. إذا صار لها معنى ثاني. معنى الثالث a piece of ground next to a river قطعة من الأرض مجاورة للنهر. إذا هي شاطئ النهر معناها شاطئ النهر. ها صار معنى ثالث. معنى رابع بينما معظم الطلاب يعرفون معنى واحد اللي هو بانك مصرف. أربعة a piece of ground قطعة من الأرض عادة usually sand or rock اللي هي رمل أو روك صخر. طبعا الكلمات ترجموهن للي ما يعرفن. In the sea near or above the top of the water في البحر قطعة من الأرض اللي هي رمل أو صخر في البحر اللي داير ما دايرها near or above the top of the water قرب الماء اللي هي جزيرة. شوفها مثل هاي الصورة جزيرة شوفها صغيرة داير ما دايرها بحر. فهاي كلمة bank. هاي كلمة بانك على أنها ناون اسم. شوفها عزيز الطالب إذا على أنها فعل to keep the money to keep money in or put money into a bank معناها أنه تخلي المال في المصرف أو تضعه في المصرف معناها شنو يودع المال. فكلمة بانك معناها يودع الأموال. ستة سكس to turn a plan left or right هي أنه تدير الطيار من يدير الطائرة إلى اليسار أو اليمين. إذا صار عندنا ست معاني إلى كلمة bank. أربعة من عندهم four of them are nouns اللي هي أسماء two of them are verbs. نجي هسا عزيز الطالب هذا يكون واجبك هنا راح تقرأ الجملة وتقرأ كلمة البانك وتشوفها هل هي ترجمها طبعا عليك ترجمتها تكون وتشوفها هل هي noun or verb. أنا راح أقرأ لك يعني بدون ترجمة وبدون توضيح حتى تكون واجبك. He sat on the grassy bank and put his feet in the water. Number B. The plane banked to the left as it got near the airport. C. He wanted to see better, so he walked to the top of the bank. D. She banks her money twice a week. الدور يجي يسألك إذا عزيز الطالب هنا شوف كلمة bank بكل جملة وتشوفها هل هي noun لو verb. Do you have an English learner's dictionary عندك قاموس إنجليزي للمتعلمين؟ If not إذا لم يكن لديك you should get one يجب أن تحصل على one. بعد ما تقرأها يا عزيز الطالب تنتقل إلى الأكتيفيتي بوك. بالأكتيفيتي بوك عزيز الطالب راح يعطيك بالتمرين الأول write these words in the correct places in the table. مطيك هذا جدول الجدول بي conjunction, preposition and pronoun. تنزل كل كلمة من هاي الكلمات بالمكان. الضمير تنزله pronoun حرف الجر preposition والconjunction أداة الربط نزلها هنا. هذا يكون تمرين. تمرين بي read the sentences هاي الجمل وهذا من المهمات تجي بالامتحان. What part of speech طبعا part of speech قلنا كنت تعرف معناها أي جزء من الكلام is each word. Write the abbreviation. شوف راح نحاول نحل جزء من السؤال الأول. التمرين النقطة الأولى put your book on my desk. B I was tired so I walked home slowly. Sammy's new motorbike goes fast. نجي إلى الجملة الأولى بها ست كلمات هو مطيق ست فراغات.
put شنو put؟ هل هي verb, noun, adverb, adjective, conjunction, preposition, لو pronoun؟ طبعا put هي فعل ضع. جيب الفي تخليها هنا أول حل في. Your اللي هي شنو؟ book اللي هي شنو؟ وتكمل بقية التمرين. تنتقل للصفحة الثانية. C. Read the dictionary entry and write sentences. Follow the instruction. هنا عندنا dictionary entry. Example noun entry 3 bees keep their honey in a comb. نجي الى يريد يعلمك الى كلمة comb. شنو comb؟ bees النحل. طبعا اللي يجيك الى كلمة comb بس الطلاب كلهم يقولون مشط. خلينا نشوف هل هي مشط ام لا. النحل يضع او يحفظ their honey العسل مالتهم بالcomb. خلينا نجي الى كلمة comb. comb على انها noun او verb. noun المعنى الاولى a thing with teeth used to keep your hair tidy. شيء باسنان يستخدم لكي يجعل شعرك مرتبا اللي هو المشط. 2 the top of a male chicken's head هو اعلى الشيء الموجود في اعلى راس الديك اللي هو احنا نسميه عرف الديك نقول عليه. هذا العرف الأحمر اللي فوق راس الديك فهذا يسميه comb في الإنجليزي. 3 the place where bees keep honey المكان الذي تحفظ فيه الذي يحفظ فيه النحل شنو؟ العسل مالته اللي هي خلية النحل قد تكون أو تكون شنو شو يسموه باللغة العربية المكان اللي يسوي النحل هذا راح يكون واجب. 2 أو كفعل. 2 make your hair tidy انه تمشط شعرك تجعل شعرك مرتبا. to look for something very careful in one place تبحث عن شيء بعناية في مكان واحد يعني مثلا نام شيء مضيعة بالغرفة فانت تجي تمسح الغرفة مسح او تسوي لها سكان او نقول على يعني شخص مضيع حاجة بالغرفة نقول له على كيفك come كومب يعني مشطنا الغرفة هاي مو مشطها تكمشها وتمشطها وإنما شنو تبحث عنها بعناية عن الشيء المفقود. تمرين دي read the example and learn how to work out meanings. What is a Chesterfield? Chesterfield كلمة كون تطلع معناها بالقاموس. نفترض انه انت ما عندك قاموس شلون تطلع معناها. شوف reading tip number 2 working out meanings البحث عن المعاني. Sometimes you don't need a dictionary. ما تحتاج قاموس. You can work out the meanings of a word by looking for clues in the same sentence or in other sentences. أحيانا ما عندك قاموس وأنت شو تسوي تبحث عن مؤشرات على المعنى. نجي هنا. We have a Chesterfield. لدينا Chesterfield. شنو Chesterfield؟ ما نعرف معناه. هل هو kind of cat؟ ربما possible. Kind of a plant؟ نوع من القطط لو نوع من بلانت اللي هي النباتات لو نوع من الفيرنتشر كلهن ممكن قد يكون تشسترفيلد هو قطة او بنبات او فيرنتشر. نجي الجملة الثانية we have a green Chesterfield ضاف لنا كلمة green اللي هي صفة لون. هل هي نوع من القطط؟ مستحيل لان يعني ماكو قطة لونها اخضر. هل هي نوع من النباتات؟ ممكن. هل هي نوع من الفيرنتشر؟ ممكن. عندنا الاثاث ممكن يكون اخضر والنبات ممكن يكون اخضر. اذا شنو حذفنا احتمالية وجود الكات. ننتقل إلى 3 We have a green Chesterfield that is very comfortable to sit on. عندنا green Chesterfield خضراء ومريحة جدا أن نجلس فوقها. احنا ممكن نجلس فوق القطة impossible. ممكن نجلس فوق النباتات impossible. لكن ممكن نجلس فوق الفرنتشر ممكن. إذن الجواب الصحيح هي نوع من أنواع الأثاث. إذن Chesterfield أما يكون شنو سوفا او كاوتش او اريكة او يكون بيت سرير او يكون شير كرسي لانه هذن اللي استخدمن في الجلوس عليها لان كاتب لك comfortable to sit on فتجي ترجمها بالقاموس عندك وتشوف شنو معناها دقيق. نجي هنا تمرين اي read each sentence circle the word that means the same as the underlined word وخلي دائرة اقرأ كل جملة من هاي الجمل والكلمة اللي مرادفة لهاي الكلمة اللي جواها خط خلي جواها دائرة او عليها دائرة فهذا يفيدنا بالمرادفات في سؤال المرادفات بالامتحان. نورا was depressed because her best friend was in hospital فترجم الجملة ترجم خاصة الكلمة جواها خط ترجم ذن الكلمات ف
فديبرست هل هي هابي؟ هل هي ساد؟ لو هل هي اكسايتد؟ كذلك غالوبت هل هي ران؟ هل هي ووكت؟ هل هي فل؟ فترجم الجمل هاي كلها والكلمات وشوف يا كلمة ملائمة. لهنا عزيزي الطالب إلى هنا ننهي درسنا، نأمل أنه تكونوا قد استفدتم منه. Thank you very much for your listening and good luck for you all.